حلاوة رمضان بتكون في اللمة، بيكون معاك أهلك، صحابك، والناس اللي بتحبهم. عشان كده رمضان بيكون صعب على أي حد مغترب، وانت بس اللي في إيدك هيعدي رمضان عليك زيه زي أي يوم من أيام السنة، يا إما تصنع رمضانك. السنين اللي فاتت كنت اتعودت خلاص على فكرة ان انا مش هحتفل برمضان. السنة دي اكيد هيفرق معايا، لان ميلا بنتي بدأت تكبر، وحس ان انا اقل واجب او اقل حاجة ممكن اعملها ان اخليها تحس برمضان. تالي السنة اللي فاتت برضو الناس ما حسيتش برمضان عندنا في مصر بسبب موضوع الكورونا ده. ما كانش فيه صلاة تراويح، مساجد ما كانتش مفتوحة، ما كانش فيه زينة في الشوارع، ما كانش فيه حتى موائد رحمن، ما كانش فيه الحاجات اللي بتخليك تحس بوجود رمضان. ففعلا دي حقيقة، انت ما بتحسش بقيمة الحاجة غير لما تبدأ تفتقدها. السنة اللي فاتت حاولت انزل اكتر من مكان بحس ان انا لا يعني ادور على زينة رمضان، بس تقريبا الوقت كان متأخر. حاولت حتى اطلب من امازون، قالوا لي ان الاوردر بتاعك مثلا هيجي في خلال 20 يوم ولا حاجة، فكان خلاص هيبقى رمضان عدى، يعني الموضوع ملوش لازمة. السنة دي طلبنا الحاجة بدري، وانا وميلا عملنا انبوكسينج. هو انا غالبا لقيت كل اللي بيعمل انبوكسينج لازم يكون جايب بتاع زي دي كده. نو ليه بس احنا عايزينها. يلا بقى نعمل انبوكسينج عشان نشوف جالنا ايه. نو سيب يا ميلا السكين. يلا كده اول حاجه مينا اصبري يا مينا. نو 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 ليه؟ مش عايزه تعرفي ايه اللي جوه؟ ثواني يا مينا ثواني. ها ايه ده؟ ميلا ايه ده يا ميلا؟ بس دي كده حاجة، بس ايه ده كمان؟ دي رمضان كريم. ايه تاني يا ميلا؟ البتاعة دي برضو منتشرة في مصر يعني، بس هنا مفيش الكلام ده، مفيش الحاجات دي، صعب ان انت تلاقيها. دي حاجة برضو مهمة، فانوس. ميلا هو جاب لك فانوس يا ميلا؟ ده كنز، الفانوس ده كنز هنا في أمريكا. ميلا خدي وحوي وحوي. اه warning this is not a toy. ميلا دي مش لعبة. وآخر حاجة بقى هو الكتاب ده، My first book about the Quran. يلا بقى نقرأ بقى القرآن بقى يا ميلا. رمضان من أصعب الشهور اللي بتعدي هنا على أي حد مغترب. مفيش أهل، مفيش صحاب، غالبا محدش بيكون بيحتفل غيرك أنت بس. حتى لما مثلا تيجي تتكلم مع ناس مثلا في صحابك أو ناس في الشغل يقول لك إيه ده رمضان؟ إيه رمضان ده؟ طب أنت هتبطل تاكل من إمتى لإمتى؟ طب هتبطل تاكل بس ولا هتاكل وهتشرب؟ يعني هتبطل أكل وشرب. فصعوبة رمضان هنا مش بتكون يعني صعوبة ان انت هتشتغل مثلا عدد ساعات كتير او مش هتاكل لوقت طويل، بالعكس الصعوبة بتكون صعوبة نفسية، لان انت لوحدك بس اللي بتحس برمضان. كلمة بتحس برمضان دي كنت بقعد اقولها حتى انا كتير يعني وانا في مصر، ايه ده انا مش حاسس برمضان، مش حاسس بالعيد، لحد ما بتيجي هنا تعرف بقى يعني ايه فعلا محدش بيحس برمضان. محدش حتى بيقول لك كل سنة وانت طيب ولا رمضان كريم. كل الناس اللي في مصر هم دلوقتي في نعمة، يعني ان انت بس تكون بتشوف اهلك صحابك بتخرجوا مع بعض، تعتبر في حد ذاتها هي دي اكبر نعمة انت فيها، وانت ممكن تكون مش مقدر. ميلا فانوس، يلا نلعب بالفانوس. تقريبا السنة دي هيكون عدد ساعات الصوم طويلة، ممكن حوالي 15 او 16 ساعة. الفجر هيكون بيدنا على الساعة 5:30، والمغرب هيكون بيدنا على حوالي الساعة 7:40. فوقت الصيام هيكون طويل، تقريبا انا هغير ساعات العمل. بالنسبة لي هبدأ شغل من الساعة 5 للساعة 10. فما نشوف كده رمضان ده هيمشي معانا ازاي. في حاجات كتير عايزين نعملها، عايزين ننزل نشوف نجيبها، عايزين نجيب حبة اكل، العربية بتاعتي عايز اغسلها، عايزين لما نخلص الحاجات دي نبقى نروح علشان نعلق حبة الزينة عشان نشوف شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي. فيلا بينا كده بقى نشوف هنقدر نخلص كام حاجة النهاردة.
العربية بقى لها فترة وسخة وانا مكسل اغسلها، بس المكان ده جامد كده، بتيجي فيه تخش في الجهاز ده ما بتعملش حتى حاجة، بتحط العربية على الان تفضل العربية ماشية كده في مكان، عربية تخش وسخة تطلع نظيفة، كل اللي عليك تعمله ان انت تنشف العربية بس، او ممكن تدفع لحد هو ينشف لك العربية، بس شغل فاخر على اخي يعني مفهوش اي تعب. بس كده 3 دقايق مثلا العربية بتكون نظيفة، تعتبر من الشغلانات الكويسة هنا يعني، الناس اللي بتشتغلها بتكسب فلوس حلوة، اكيد مش لازم يكون عندك سكيلز كبيرة يعني، مش لازم تكون بتعرف تتكلم انجليزي كويس او مثلا بتعرف تقرا انجليزي او اي حاجة، بس الشغلانة صعبة لان هنا في الشتاء الدنيا بتكون ساعة قوي، وفي الصيف الشمس بتبقى جامدة قوي، فدي من الشغلانات اللي ممكن حد يفكر فيها مثلا لو هو بيفكر ان هو يفتح البيزنس ده في المستقبل، ممكن تبدأ هنا مثلا تشتغل مثلا بتساعد في تنظيف العربيات، بعد كده واحدة واحدة الدنيا ممكن تكبر معاك يا عالم. بس بصراحة بيكسبوا فلوس كويسة. خلينا نطلع بس برا من العربية. هما هنشفوا لنا العربية وفي مكان هنا احنا بنستنى فيه، مكان شكله زحمة، انا شايف فيه زباين كتير. بصوا كم حد شغال، يعني في كم عربية، 1 2 3 4 5 6 7 8. المهم الانجليزي بتاعك بقى اللي ممكن يخليك بدل ما تشتغل الشغلانات اللي هي البسيطة والمتعبة لان هي شغلانات شاقة، يعني ممكن تكون الناس بتعمل تيبس كويس بس برضو يعني شغلانة متعبة، انا دلوقتي واقف بس ما بعملش حاجة وسعان، فانت متخيل الناس اللي شغالة. المهم احنا خلاص هنحاسب، احنا حاسبنا خلاص، هنروح بس نستلم العربية وهكلمكم هشوفكم في الماركت. طب احنا وقفنا وقفه كمان كده علشان نحط بنزين، انا ما كنتش ناوي اصور يعني، بس انا قلت ايه ممكن اصور كده من باب المشاركه، انا مش عارف البتاعه دي مش شغاله ليه. تهيألي البتاعه دي مفوته. هوبا اشتغلت اهي. المهم المكان اللي احنا فيه ده اسمه كوسكو، هو ده اسم المكان. المكان ده معروف هنا الناس بتيجي عشان تحط بنزين، وعندهم زي ايه زي هاوس وير، زي مستودع يعني، بيبيعوا كل حاجه بقى من الابره للصاروخ، ممكن عندهم كاوتش عربيات، منتجات غذائيه، تلفزيونات، يعني مثلا عندهم حوالي 181 فرع في كاليفورنيا بس كده في المكان اللي احنا عايشين فيه دوت، وفي امريكا مثلا ممكن حوالي 585 فرع. المهم كوسكو من الاماكن اللي انا اول لما جيت حاولت اشتغل فيها لان مرتبات حلوه والبنفيتس حلوه برضو. المهم انا حبيت بس اشارك معاكم ازاي هنا الناس بتحط بنزين، يعني مش زي عندنا، انت هنا لازم تيلب يور سيلف، يعني انت اللي بتعملها مع نفسك. البنزين برضو هنا من الحاجات الغاليه، يعني انا مثلا حطيت نص تانك $28، بس خلاص اقول لك عايز الريسيت بتاعتك اه ولا لا، هتقول اه، انا قلت بس اشارك معاكم اللحظه عشان انا عارف ان احنا عندنا في مصر مثلا، ما اعرفش ده برضو في البلاد العربيه ولا لا، يعني ما اعرفش غير مصر، انت مثلا بتقف في عربيتك وواحد بيجي يقول لك مثلا ايه ده انت عايز بنزين، طب عايز بنزين كام، 95 ولا 90 ولا 80، هنا لا انت لازم تعملها مع نفسك كده، تقف مش احنا لوحدنا يعني كل الناس، والله كان كبير هنا قوي ففي عربيات كتير، بص ده كله اللاين بتاع العربيات. المهم بقى خلاص اوعدكم كل وقفه جايه هتكون في الماركت بقى عشان نشتري الحاجات، عايزين نتسوق بقى، عايزين نصرف الفلوس. انا بحاول دلوقتي ادور على السلاح السحري للصايم، وهو ايه بقى؟
هو ده. ايه ده بقى؟ ده فول بينز، بس انا بدور على نوع معين، مش هو ده النوع اللي انا عايزه. بس ممكن ناخد واحد كده علشان لو ايه، هنا في حاجه كده زي ده فول بس اسود شبه اللوبيا عندنا. المهم ده الموجود يعني، فناخد واحد ونخش على السلاح التاني بقى. طيب تاني سلاح زبادي، مش عارف هناخد كام واحده، واحده ولا اكتر. ده دي كلها تخلص دي بقعده واحده في سحور واحد. نديها واحد عصير برتقال، مش عايزين نحرم نفسنا من حاجه. ده كان كده تالت حاجه جايه اجيبها، بس مش عارف هو مفيش غير الحجم الصغير ده ليه. هو ده الحجم بس الوحيد اللي موجود، وبيتهيألي سعره غالي هنا. ده ب$21 يعني. بما اننا كنا وقفنا عند كوسكو كنا ممكن نجيب دوت مثلا العبوه الاكبر اللي هي مثلا حوالي 5 كيلو جرام بكام مثلا؟ كنا ممكن نجيبها بحوالي $40. فهو ده شكله غالي هنا ففاكس. الناس اللي مهتميه بالجيم وبتاع، في حبه سبلمنتس هنا مش عارف، في لوس ده بري ورك اوت، في سي 4 ده كام ده؟ $23. يعني في حبه حاجات بس فاكس. انا كنت دي اخر حاجه عايز اجيبها بس لا مش هجيبها. المهم كده خلاص كفايه كده على الماركت، مش عايزين نضيع بقى اليوم هنا عشان نخلص موضوع الزينه ده. هنروح نحاسب واشوفكم في البيت. من المميزات هنا ان هم بطلوا خلاص يستعملوا الاكياس اللي هي البلاستيك دي، بيستعملوا اكياس عامله زي القماش كده، مش عارف شايفينها ولا لا، لان الدنيا خلاص بدات تظلم هنا. المهم هنتجه على البيت، اليوم بيعدي بسرعه، مش عارف بقى هنلحق نكمل او تصوير ولا لا. عرفنا كنبيها ما عرفناش، هنكمل بقيه الفيديو دوت بكره. روحت امبارح، الوقت كان متاخر ان انا بصراحه هلحق اعمل حاجه. المهم النهارده عملنا حبه ديكوريشنز كده على قد اللي كان متاح يعني. ده حاجه كده فرعوني على اسلامي، حاجه غريبه يعني. ودي هنا ايه؟ رمضان مبارك. فانوس اهوت، ودي كده اخر حاجه. بصراحة أنا كنت عايز أصور أحسن من كده، بس خلاص الوقت غالبا بيتحرك بيجري يعني. رمضان هيبدأ بكرة. بصراحة مش عارف اتجاه القناة الفترة الجاية هيبقى ماشي ازاي يعني في رمضان، مش عارف بقى هنعمل فلوجز عن الأكل بقى ولا هنعمل ايه. المهم كل سنة وانتم طيبين، صوما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. أهم حاجة تحتفلوا برمضان، انزلوا واخرجوا، انزل افطر مع أهلك، شوف صحابك، لو عندك ولاد علقوا زينة مع بعض. صدقني الحاجات البسيطة دي هي اللي بتعلق في في في, في دماغ العيال يعني. لو انت افتكرت في ذكرياتك هتلاقي هي دي الحاجات البسيطة اللي معلقة معاك يعني. شكرا لأي حد بيدعمني، أكتر حاجة بسطاني حتى يعني لو التفاعل مش قوي، بس معظم الناس اللي بتتفاعل يعني مع الفيديوهات بتاعتي ناس أنا معرفهاش، مفيش بيني وبينها أي سابق معرفة. أو هدفي من الفيديوهات إن أنا أفيد أي حد يعني، مثلا أنقل له التجربة أو الحياة هنا شكلها عامل إزاي، لعل وعسى يمكن في يوم من الأيام تبقى هنا في أمريكا. مش كل حاجه هيبقى فيها معلومات عن المعلومات، في ناس كتير ممكن تديك معلومات اكتر مني في موضوع السفر، في موضوع الاجراءات، في المواضيع زي الورق. معظم الفيديوهات بتاعتي هتلاقيها عن الحياه هنا شكلها عامل ازاي. وما تنسوش يا رجاله لايك شير سبسكرايب. بس كده اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. لا اقسم بيوم
ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان